ولا زلنا مشاهدينا الكرام نتابع مع حضراتكم هذه التغطية الخاصة، وكنا نتابع الآن لقطات حية من تواصل القصف على قطاع غزة. ولمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف السيد جمال الجراح وزير الإعلام اللبناني الأسبق. سيد جمال، بعد التحية، كيف ترى هذا المشهد وتواصل القصف على قطاع غزة على الرغم من كل الدعاوى والمطالبات بوقف التصعيد؟ طبعا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتكرر والدائم والتاريخي يهدف كما ظهر مؤخرا إلى تهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى سيناء، وبالتالي القضاء الكلي على مشروع إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا الأمر طبعا نحيي الرئيس السيسي على موقفه الشجاع والحازم والنهائي بهذا الموضوع، أنه لا يمكن تهجير الشعب الفلسطيني إلى أي مكان آخر، بل يبقى على أرضه وفي بلده. طبعا المجازر التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني هي جرائم حرب موصوفة، ومع الأسف الضمير العالمي لم يتحرك بشكل فاعل حتى الآن لمنع هذا الاعتداء وهذه الجريمة المتمادية على الشعب الفلسطيني. نعم. نأمل أن يكون هناك موقف عربي حازم كموقف مصر، وأن ينتهي هذا الإجرام الذي يرتكب بحق الشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين ونساء فلسطين، وأن نتجه إلى حل سلمي قائم على حل الدولتين كما ينادي جميع العرب والمجتمع الدولي. مع الأسف الدعم الذي تتلقاه إسرائيل الآن من أمريكا ومن الدول الأوروبية شيء معين، وهو يشجع إسرائيل على الاستمرار في اعتداءاتها وفي إجرامها وفي قتل الأطفال والنساء. نعم. سيد جمال، يعني ماذا عن القوى الدولية الأخرى إذا ما كان هذا هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية، وكما يعني شاهدنا زيارة رئيس جو بايدن بالأمس، يعني ماذا عن باقي القوى العالمية وما ترى وموقفها مما يحدث الآن؟ كما تعلمين بقية القوى العالمية لديها انشغالاتها في أوكرانيا وغير أوكرانيا، لكن مع الأسف كان يجب أن يكون الموقف الروسي يعني حازم أكثر في منع العدوان. وبقية المواقف التي نراها من الدول الإقليمية هي عبارة عن مواقف إعلامية لا تقدم ولا تؤخر في هذا الموضوع. الرهان الحقيقة على الشعوب العربية تراهن جديا على موقف مصر التي لها تاريخ طويل في الدفاع عن حقوق العرب وحقوق الفلسطينيين، ومطلوب من كافة الدول العربية أن تنسق فيما بينها وتنسق مع مصر بإنهاء هذه الجريمة المتمادية على قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى أهلنا في غزة، إلى الفلسطينيين، إلى الأطفال والنساء. وعلى الموقف العربي أن يكون مزيد من التنسيق بين بعضهم ومزيد من الحزم في موضوع وقف العدوان وإدخال المساعدات والشروع في الحل السلمي القائم على أساس الدولتين. نعم. منذ بداية الأحداث هناك مخاوف دائما من اتساع وتيرة المواجهات ودخول لبنان في بؤرة التوتر مع إسرائيل، ما رؤيتكم لهذا الموقف؟ كما تعلمين هناك تصاعد للموقف في الجنوب اللبناني وتصاعد التوتر في الجنوب اللبناني، لكن الجميع يعلم أن لبنان والشعب اللبناني جميعه مع القضية الفلسطينية ومع حق الفلسطينيين ويدين الإرهاب الإسرائيلي المتمادي. لكن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والسياسية في لبنان لا تسمح حقيقة للانفراد الكبير في هذه المواجهة كما حصلت في السابق سنة 2006. الوضع في لبنان سيء جدا، كما تعلمين 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر،
وهناك أزمة مالية ونقدية كبيرة وأزمة اقتصادية، وبالكاد الشعب اللبناني يمارس حياته في حد أدنى من الحياة الطبيعية، وليس لدى لبنان القدرة الحقيقة على مواجهة حرب كبرى مع إسرائيل. كنا يعني لو كانت الظروف أفضل في لبنان وكان الوضع الاقتصادي أفضل في لبنان والوضع المالي، ربما كان الشعب اللبناني يطالب جميع القوى اللبنانية النظامية والأحزاب للدخول في المعركة حماية وتخفيفا للشعب الفلسطيني. لكن الوضع في لبنان مأساوي ومعروف، بدأ يعني الاهتراع الكبير في الوضع اللبناني مما لا يساعد على الانخراط في حرب تقضي على ما تبقى. لكنه بالتأكيد هناك رفض في الداخل اللبناني لهذا المشهد، وهو مشهدنا من المجتمع اللبناني الذي يرفض بشدة ويتظاهر من أجل ذلك. نعم، هناك تصاعد عملية التأييد للشعب الفلسطيني، صحيح، ورفض الانخراط في معارك كبرى قد تكون مدمرة للبنان والاقتصاد اللبناني والحياة اللبنانية. سيد جمال، فشل مجلس الأمن عدة مرات في إصدار قرار يتعلق بشأن الأحداث في غزة على الرغم من عدد كبير من المحاولات، كيف ترى هذا المشهد ودور مجلس الأمن يعني الذي كان البعض يعول عليه في البداية؟ طبعا يعني كنا نعول على المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الإنسانية الدولية لوقف هذه المجزرة الكبرى بحق الشعب الفلسطيني، لكن مع الأسف والجميع يعلم أن العديد من القرارات مجلس الأمن التي تتكلم عن إقامة الدولة الفلسطينية أو وقف النزاع أو إعطاء حقوق الفلسطينيين ولا حق العودة للاجئين، لكن مع الأسف جميعها لا تنفذ لأن هناك دولة كبرى اسمها أمريكا تمنع تنفيذ قرارات مجلس الأمن بالكامل وتبقي المنطقة بحالة كبيرة من التوتر وتمنع الفلسطينيين حقوقهم وتزيد في التعنت الإسرائيلي. وكما تعلمين عندما وصلت الأمور إلى اتفاقات معقولة تعطي جزءا من حقوق الفلسطينيين تم اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي رابين، لأن هذه الدولة دولة قائمة على احتلال أراضي الغير وعلى الإجرام والإرهاب، فلأول مرة في التاريخ اليهودي يتم اغتيال رئيس وزراء يهودي من قبل شخص يهودي، وهذا أكبر دليل أن هذه الدولة التي تتهم الآخرين بالإرهاب وبالإجرام هي تمارس الإرهاب والإجرام والاحتلال ومنع الحقوق عن الفلسطينيين وتتمادى نتيجة الدعم الأمريكي والغربي بهذه الجريمة. نعم، سيد جمال، تستضيف القاهرة يوم السبت المقبل قمة السلام لبحث القضية الفلسطينية، توقعاتك لمخرجات هذه القمة المرتقبة؟ بالتأكيد تسعى في البداية لوقف إطلاق النار وأيضا لعودة المفاوضات مجددا، رؤيتك يعني لهذه القمة وما نعول عليها؟ نحن طبعا نتمنى أن تصل القمة المزمع عبدها يوم السبت القاهرة بنتائج إيجابية. أولا توقف الاعتداء المجرم على غزة وتوقف القتل لأطفال ونساء غزة وشيوخ غزة، وتشرع في الحل السلمي القائم على حل الدولتين حسب المبادرة العربية التي انطلقت من لبنان والتي تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، وليس كل حقوق الشعب الفلسطيني، لكن تتكلم عن إقامة دولتين، الدولة الإسرائيلية والدولة الفلسطينية وعاصمة القدس الشريف القدس الشرقية، وإعطاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأرضهم وبلدهم. هذا يعني أقصى ما نتمناه، أن يتجاوب المجلس الأمن والمجتمع الدولي
ويمارس الضغط اللازم على إسرائيل للقبول بالمبادرة العربية وإنهاء الصراع. كفى هذه المنطقة 75 سنة من الصراع دائم، كفى شهداء وكفى دماء وكفى قتل للأطفال والنساء في فلسطين وخارج فلسطين. ومع الأسف لا، لحد الآن لم نرى سوى دعم للجريمة والإرهاب الإسرائيلي. ألا ينظر أن تتمكن القمة من تحقيق ذلك؟ صحيح، وهذا يدفعنا للتساؤل، يعني ان لم يكن هناك حل من خلال هذه القمه، لانه الحقيقه يعني الا يرى المجتمع الدولي، الا ترى الولايات المتحده انه وجود منطقه بها صراع لهذه المده وملتهبه بهذا الشكل، وقد يمتد يعني هذا التوتر الى اطراف اخرى، يعني وان هذا في النهايه ليس في صالح احد. بالتاكيد ليس لصالح احد في المنطقه ولا في هذا الوصول الى نتائج ايجابيه. اعتقد بشكل اساسي سيد جمال، اذا نجحنا في موقف كموقف مصر الحازم في خصوص القضيه الفلسطينيه، نكون خطونا خطوه كبيره في الاتجاه الحل السلمي. لكن بموقف عربي ليس على مستوى القضية وليس على مستوى الجريمة التي تمارس، قد يدير المجتمع الدولي ظهره لنا ويستمر العدوان. المطلوب من كل الدول العربية أن تمارس هذا الضغط وهذه الوحدة في الموقف وهذه المطالبة بالحقوق الفلسطينية ووقف الاعتداء. نعم، خلال المؤتمر الصحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس مع المستشار الألماني شولتس، أكد الرئيس السيسي على عدة رسائل، من أهم هذه الرسائل خطورة تصفية القضية الفلسطينية وعدم التهجير، وهو ما نراه في بعض المنابر الإعلامية الغربية. نعم، هذا الأمر صحيح، لكن الرئيس السيسي بما يمثل الأكبر عربيا والدولة التي قدمت ما لم يقدمه أحد للقضية الفلسطينية على مر السنين، كان واضحا وحازما وصريحا أنه ليس هناك مجال لتصفية القضية الفلسطينية، ومصر ترفض هذا الأمر وترفض التهجير الفلسطيني استمرار، ويجب إدخال المساعدات إلى غزة. المطلوب من بقية الدول العربية تقف بمواقفها إلى هذا الموقف حتى إذا نصبح نتأمل بنتيجة. نعم سيد جمال الجراح، وزير الإعلام اللبناني الأسبق من بيروت، كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك شكرا جزيلا.